الله يسر من امتحان هزار اليوم. اوه انا ما جربت. اي والله صارت لنا. صارت. مثل ما انتم عارفين في نغم الصباح احنا يعني تضامنا مع طلبتنا قاعد نحاول ان نكون معاكم نفس المود. فانتم الله يوفقكم اللي رايح حق امتحان اليوم اللي هم عندهم فلسفه وعلمي عندهم احياء. فاحنا وياكم راح يصير في كم سؤال بالاستديو ونشوف ونختبر معلوماتنا. والاكيد انا يعني مثل ما انتم عارفين سقط بالفيزياء سقط بالفرنسي طبعا العربي حدث ولا حرج. فيعني احنا اليوم لنأمل خيرا ان شاء الله شنو امتحان اليوم؟ فلسفه واحياء. فلسفه واحياء ما يعني والله اي والله اي والله. هذا في كان درس سؤال انا حاولت اراجع شوي يعني حسيت ان انت هاي حركه اللي تبطلين جوجل اول كم سؤال يطلع هذا. لا عيل ساقط. انا امس كتبت واجبات اللي كانت علي المفروض اسويها. برافو. انا لا والله بس خلاص تخرج من الجامعه وكفيت ووفيت. اوكي ما له داعي. ما تبي الخبره حتى الخيال ما تبي ترد تعيشه مره ثانيه. فاذا راح ارجع الكابوس مره ثانيه. اي بالضبط. روان معتمد على الدعاء دائما. برافو. متوفجه يعني بهالموضوع. اي دعاء الوالدين ولا الدعاء؟ لا الوالدين. اه راح مكان ثاني. الوالدين الحمد لله تشير شك ولا كان ما نجحت بالعربي. صح. وقربت على نتيجة يوسف بال احتريت. شنو كان امتحان؟ نتيجة شنو؟ أنا بالعربي فزت على عربي فيزياء. إي أنا فيزياء وكان كان يوم فيزياء وبيئة. إي كنت قريبة عليك. اليوم الله يستر خلينا نشوف. جاوب سؤال واحد. يلا جاهزون. حنبلش السؤال الأول. ما هي الأعضاء التي لا تتوقف عن النمو طالما كان الإنسان على قيد الحياة؟ الشعر والأظافر. الأذن. الطول. الواحد الأذن. الخشم. اثنين الخشم. صح. صح. إذن هم اثنين بس. بس. ايه. بس. يلا واحد واحد. واحد واحد. برافو عليكم. أوكي. برافو عليكم. تطلب. أنا قاعد أسمعهم. تطلب. أنا مو حاطتك تقيم. أنا سيدي سيدي. أنا بالي باللجنة. وين بشوف أنا بالي. برافو عليكم. صح. خلينا أذونك طول ما أنت عايش تكبر. أنا أدري بالخشم. إيه. كم يبلغ عدد العظام التي تتكون منها الجمجمة؟ أوي واحدة. لا شنو واحدة؟ كيف واحدة؟ يعني شوف هاي أسكت ما أجاوب أحسن ما أقول هالجواب. 36 من 15 لـ20 صح؟ 36 قرب يوسف. 15 22. برافو 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 شباب. برافو برافو برافو. وشنو كل أحياء ماكو. من هو أول من قام بتشخيص الشلل النصفي؟ إيه عندك انت. عندي شلل نصفي اول من هذا. باس اي صح باس. العالم ابن سينا. ابن سينا. لا انزل لي بالفلسفه. انزل لك على الفلسفه. ايش معروف عني انا يسموني عبد المطلب افلاطون خلال الفتره اللي طافت. اعطيني اسمين من اسماء الفلاسفه العرب. اي يعني اكيد مو جابر بن حيان. اكيد مو علماء. فلاسفه. اي ليش قاعد طالع كذي؟ ديكارت مو عربي صح؟ لا لا ديكارت مو عربي. انا الوحيد اللي اعرفه اللي قلت اول شيء بجاوبه فلاسفه العرب. اي لحظه تصعد اتصال صديق. لا نخلص مو اتصال صديق. فاس مبينه فاس. اوكي ما اتصال صديق ولا كنت باخذ اتصال صديق. متى اليوم العالمي للفلسفه؟ اليوم. برافو عليك. اليوم؟ لا 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 تشيرين كذي مو لهالدرجة. كان بس اسمين اسماء الفلاسفة العرب ابن خلدون وابن رشد. صح ابن خلدون. مقدمة ابن خلدون شو راح ببالي. اي صح الله بي. لا يعني الحين اشتغل مخي. اي اليوم العالمي للفلسفة. اي 16 نوفمبر. حلوين. هلا السؤال الفصال يلي اللي بعد لحظة الحين انا اثنين ويوسف اثنين. لا واحد واحد. واحد خذ اذن واحد خذ خشب. لا والسؤال اللي عقبه ولا شيء. لا 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 أوكي. كان 22. اي صح يلا. من هو ابو الفلسفه الحديثه؟ اوه عارفه. ديكارت. صح. يوسف. انا ترى اشرت عليه والله ادري. تعرف انه ديكارت؟ اي شلون جاوبت؟ انا حسيت شكرا إن... شكرا لانه هو قال ديكارت قبل شوي. اذا عرفت اسوي شيء ديكارت. يومين ورا بعض يوسف قاعد يفوز. انا قايل لك قاعد ينجح. شوفي انا اعرف الطالب المجتهد من ستايله. هاينك اسود وجاكيت مرتب رسمي حتى عنده نظاره بس هذا اللي قاعد قدام بالصف اللي تحترين انه هو جاك بالكلاس. اللي ما تسلم عليه حتى لو انت داش كلش بس وقت الامتحان تحبونه. قبل الامتحان تدورون ادواره يبلى صمون ويبلى عصير. تبي كلينكس؟